أريد أقاطعك وأسألك، أنتم كاختصاص وكلجان ومن خلال اللجان التي حدثت آنذاك في مجلس محافظة بغداد مع اللجان المختصة، أين ذهبتم، بأي اتجاه؟ يعني تمليك العشوائيات، تطوير العشوائيات، نقل العشوائيات، أم وجود بدائل؟ أولا صار إحصائيات يعني شبه دقيقة على كل العشوائيات في بغداد، وتم حصر المستحقين داخل العشو. تعرف أكو قسم بالساكنين بالعشوائيات عندهم يعني عنده سكن، عنده ملك، عنده عقار، هذا ما ممكن أجي أنا، هو مأجر مأجر بيته وقاعد بالعشوائية ببلاش، هذا ما ممكن أنا أجي أنطي سكن جديد على حساب الناس اللي عنده. وأكو هيك نسبة كثيرة موجودين يعني عنده ملك طابور. طبعاً 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 عدد كبير، عدد كبير. بالإضافة إلى أكو قضية أخرى أيضاً راح يصدم بها المشرع، أنه كعشوائية بالمنصور المتر مالته ب5000، وكو عشوائية ورا السد المتر ما يسوى له 100 دينار. 5000 شنو؟ 5000 دولار المتر عشوائية. نعم موجودة بالمنصور. زي هاي شلون تحقق عدالة اجتماعية بالتوزيع إذا تريد تملك؟ هاي راح تخلق لك مشاكل اجتماعية كارثية. يعني اخوان اثنين، واحد قاعد بعشوائية بمنصور، واحد قاعد بعشوائية ب7 قصور مثلا. زين هذا شلون راح يصير؟ انت شرحت زين، انا اسالك هذا العشوائية، هذا الموضوع خطر جدا اجتماعيا، خطر جدا حضريا، اذا مو دراسة استشارية تفككها بطريقة علمية. وهناك دول كثيرة مرت بهذه الازمات وفككتها، عندنا نماذج في ايران، في تركيا، يعني واحد استفاد من تجارب هذه الدول قدامنا وفككت مدنها يعني التداخلات العشوائية وعادت تنظيمها بطريقة عادلة ومنصفة لكل الشرائح بدون. بعدين خلي بالك انه اسباب نزول يعني اسباب نمو العشوائيات جزء كبير تتحمل الدولة، لانه احنا تأخرنا كثيرا في تحديث التصميم الاساسي لمدينة بغداد اللي هو انتهى سنة 2000. بالنتيجة التصميم الاساسي احنا من دخلنا امانة مجلس المحافظة 2005 انا شخصيا فتحت ملف التصميم، لقيت الرصيد السكني لمدينة بغداد مستهلك بنسبة 90% بموجب المخططات يعني التصميمية لبول سيرفيس اللي يعد سنة 67. نعم. ولقيت الضربة القاسية اللي تلقاها التصميم الأساسي لمدينة بغداد هي توزيع تقريبا 120 ألف قطعة سكنية في محيط بغداد بين عام 2000 و2003، هاي الفترة اللي وزع بها النظام السابق لضباط الجيش العراقي وضباط الأجهزة الأمنية 120 ألف قطعة سكنية. هذه المنطقة اللي قطعها وزعها هو يعني مشخصة بالتصميم الأساسي منطقة يعني أغلبها للبناء العمودي عالي الكثافة اللي صايرة على الحافة الحضرية. نعم. للعاصمة. نعم. يعني عالي الكثافة معناتها 20 طابق فما فوق.